Signori, signori, benvenite alla Repubblica d'Italia, benvenite alla bellissima Firenze. خاوتي خواتاتي مرحبا بكم في فلورنس. ان شاء الله راح نديروا تغطية على هذه المدينة مدة 5 أيام ان شاء الله. مدينة مليانة ومليانة ومليانة بالحضارة بالثقافة بالمهندسين المعماريين. بعصر النهضة، كل عصر النهضة اللي بدأ من أوروبا بدأت من هنا، يقولوا بدأ من الأندلس وبدأت من هنا، من هنا من الأندلس العلوم وصلت وصلت الإيطاليا، من إيطاليا المدينة فلورنسيا. هاي اللي كندير لكم البانوراما هكذا مورايا كما العادة. من مدينة فلورنسيا خاوتي خواتاتي بدا عصر النهضة، وين أوروبا طلعت في مستويات قمة العلم والهندسة المعمارية وفي البحوث وفي كل حاجة. كلش يقولوا بدا من هذه المدينة كما قلت لكم، وكما راني نقول لكم هذه كانت أهم وأغنى مدينة في عصرها في القرن 15. خاوتي خواتاتي إن شاء الله راح تعجبكم هذه المدينة كما العادة. خاوتي خواتاتي إذا أنتم أول مرة تدخلوا على القناة تاعي وتشوفوا وجهي، اشتركوا بالقناة كي سي جراتوي جراتيس. اشتركوا بالقناة، شجعونا، عملوا لنا لايك، عملوا جيم بارتاج مع أصحابكم، عملوا شير مع قاع الناس باش نوصلوا الفيديو الى اكبر عدد ممكن من الناس. خاوتي خواتاتي ان شاء الله راح تعجبكم. راني في ساحة ميغيل انجلو، هاوليك مايكل انجلو هذا اليوم ورايا هنايا. ان شاء الله راح نبدا ندير التغطية من هذا المدينة، من هذا المكان. راكم مستعدين باش نبداو خاوتي خواتاتي ولا ماكوش مستعدين؟ واش رايكم في البانوراما خاوتي خواتاتي؟ ما شاء الله حكمت فيها بانوراما ولا اروع المدينة فلورنسيا. راح ان شاء الله نشرح لكم من هنايا وشنو هي كل حاجه. راكو تشوفوا هذا الجسر، هذايا هذا يسموه البونتي فيكيو. البونتي فيكيو يعني الجسر القديم قدامه لهنايا. هاولي ندير لكم بالاصبع باش يبان، هذا يسموه البالاتزيو فيكيو يعني القصر القديم. تانيك هادو كاع تبناو في القرن 14 وال 15، مدينة تاريخية قديمة مازال محافظين عليها اليوم من هذا. أهم حاجة وعلى بالي قاع تعرفوها وقاع شفتوها يوم من الأيام في التلفزيون ولا في الصور، الدومو دي فلورنسيا. فلورنسيا بالإيطالي يسموها فرينزي. هذا النهر إيرين اللي يقطع المدينة، هاوليك هم واصل حتى لتحته. وكاين بزاف 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 تاع تاع المتاحف. كاين متاحف، متحف ورا متحف ورا متحف. كاين كنائس، هاملك اهم الكنائس مع باش هذه كنيسة. ما كانش الشمس بزاف، ممكن الصورة تبان شوية سوداء، بس ان شاء الله راح نزيدو في الايسو باش تبان احسن. وهذه كنيسة واحدة أخرى تانية ممكن إن شاء الله نوصلها. راح ندير لكم تغطية على قاع هاد المدينة، على هاد المدينة، على قاع هاد الأماكن حبيت نقول لكم. ونوصلوا حتى للداون تاون سنتر، سيتي سنتر، ونصور لكم الدربة، الطرق القديمة، الشوارع القديمة وقاع. هاوليك كما مدينة حضارية دايما يكونوا فيها مساحة خضراء. راكم تشوفوا هذه هي المساحة الخضراء. وهنا ورانا كما قلت لكم رانا في ساحة مايكل انجلو. شوفوا هاوليك مايكل انجلو، اوبا ندير لكم زوم، هذا هو. مالا خاوتي خواتاتي نهبطوا للمدينة ونبداو الرحلة تاعنا في هذه المدينة. خاوتي اخواتي اليوم ما راحش ندير لكم 5 حوايج مهمه في مدينه فلورنسيا، بس راح نقدر لكم وراح نحكي لكم واحد القصه مهمه بزاف في هذه المدينه. كيما على بالكم باللي فلورنسيا كانت هي اهم مدينه تاع عصر النهضه، اما لوسرى في هذه المدينه كان واحد العائله حكمت قبضه من حديد
وخرجوا منها ثلاثة تاع البابات، ثلاثة باب تاع الكنائس وملكتين، واحدة اسمها كاتالينا وواحدة ماريا، كانوا ملكات فرنسا. اسمهم هذه العائلة عائلة ميديتشي أو بالفرنسية الميديسيس. هذه العائلة اللي يعني نهضر لكم عليها كانوا يخدموا في البنوك وما يعرفوش الأصل تاعهم من وين جاو. يقولوا باللي الأصل أصل التسمية تاعهم هما زعما طب ميديسين ميديتشي من الطب، بصح ما يعرفوش عليهم كثر. حكموا كما قلت لكم مدة ثلاث قرون هذه المدينة، حكموها ومنها بدات، وهما كانت عندهم السيطرة وكانت عندهم دور كبير لعصر النهضة. خاوتي اخواتي، وصلنا الى اهم معلم تاريخي في هذه المدينه تاع فلورنسيا. هذا هو خاوتي اخواتي، يسموه بونتي فيكيو، يعني الجسر القديم. هذا هو اللي باين هنا ياك تشوفوا فيه. هذا يبدا في 1333 في القرن 14، وكان جزار. هذو كانوا جزارين بكري، وفي عصر النهضه لا رينيسانس بدلوا كاع الجزارين ولاو بيجوتري، يعني محلات تاع الحلي الذهب، يبيعوا الذهب حتى اليوم تاع اليوم، حتى اليومنا هذا مازالهم يبيعوا الذهب اللي هنا الداخل. ان شاء الله احنا وصلوا لهيك اخواتي اخواتاتي، ونسي نصور لكم، نحاول نصور لكم عن قرب تشوفوه كيفاش عامل. خاوتي اخواتاتي، دوكم فهمكم هذا واش كانوا يستعملوه الثاني كجشرة، واش كانوا يستعملوه العائلة الملكية. بناوا هنا دار، راك شوفوا هذوما دار هنايا ودار لهيكا. الملك كانوا يمروا الجسر، كانوا يقطعوا هذا الجسر بلا ما يخرجوا لبرا، يعني داخل الجسر كاين كلوار، كاين هذا شي كيفاش يسموه الكلوار بالعربية، كاين طريق، كاين دار داخل هذا الجسر. يديكم من هاد الضفة للضفة الثانية، شوفوا نزيد نصور لكم احسن من داخل. خاوتي اخواتاتي، هاوليك البيوت اللي كنت نهضر لكم عليها، كاين شوية اشغال ان شاء الله ما يكونش بزاف تشويش. وهذه هي الاروقة اللي قلت لكم، الاروقة والبيوت اللي تمر فوق النهر هايليك، تجوز فوق النهر هكذايا حتى الاخر، حتى وين يجوز كاع النهر، ومن بعد كاين بيت واحد اخرى كيما هذا راكم شايفين. واش راني حاب نقول، حاب نصور لكم كلش بالمليمتر باش تستمتعوا معنا. هاي ليك خوتي البانوراما تاع الجسر، هذه الجسر زوم. خوتي اخواتي، وصلنا الى اهم ساحه لهنا في مدينه فلورنسيا، في ساحه الدومو. هذا اللي مورايا تشوفوا فيها، هذه يسموها، هذا هو الدومو إجليسيا سانتا ماريا، وهذه هي اهم ساحه لهنايا. الحكايه تاعها طويله بزاف، بصح راح نلخصها لكم في اهم الاشياء. شوفوا، نبداو درجه. هذه الكنيسه هذه في وقتها كانت سيمبول، كانت رمز للقوه والرفاهيه. كانوا في هذاك الوقت كما قلت لكم في عصر النهضه كانوا من اهم واقوى واغنى المدن في اوروبا وفي العالم. بداوا البناء تاعها في اواخر القرن 13، كملوها في القرن 14. وتشوفوا هذه لافاتشا هذه، الوجهه نتاعها الوجهه نتاعها هذه تانيك، بناوها في القرن 14. وهذه الابواب اللي تشوفوهم تاع البرونز دوك نوريها لكم مليح، هذا الابواب بناوهم في القرن 18 ولا خدموهم في القرن 18. خاوتي اخواتاتي، كما قلت لكم خلينا نقربوا لهذا الفاتشاده، على بالي بلي المغاربه والجزائريين يفهموا كاع واش معناها الفاتشاده. الفاتشاده معناها الوجه. خلينا، خاطر كاين واحد المثال يقول فاتشادي راني نقصر برك. خلينا نقربوا لهنا لهاد لافاتشادا، لهاد الوجه تاع الكنيسه هذه، ونوريها لكم من القريب. هاد اللوحه هذه راكم تشوفوا فيها لهنايا، كنت تشوفوا هاد اللوحه هذه، هذه كاين وحده في المتحف لهنا يسموه العشاء الاخير، العشاء الاخير تاع ليوناردو دافنشي. هادو يقولوا على حسب المعتقدات المسيحيه العشاء اللي الاخر اللي قبل ما يقتلوا فيها المسيح، قبل ما يصلبوه.
هذه المعتقدات المسيحية. شوفوا خاوتي اخواتاتي، اكو تشوفوا هذا، اكو تشوفوا قاع حدايا. راح نقعدوا لهنا واحد النص ساعه تحت الشتاء باش ندخلوا، باش ندخلوا لهذه الكنيسه. خلينا نشوفوا كيفاش تكون الاجواء الداخل. يلا قريب نوصلوا. بدينا نقربوا خاوتي اخواتاتي من الدخله تاع الكنيسه هذه. شوفها، شوف 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 شوف، هادو كاع اللي مورانا عم يستناو باش يدخلوا لهنا واحد نص ساعه. دوك كي ندخل داخل نقول لكم، واذا تستاهل واحد يستنى نص ساعه باش تحت الشتاء ولا لا. دوك نشوفوا. هاي لك خاوتي اخواتاتي، رانا وصلنا دخلنا لداخل اخيرا. دوك انتم تحكموا اذا تستاهل واحد يقعد نص ساعه تحت الشتاء ولا ما تستاهلش. بصح نقول لكم حاجه، واذا جيتوا لهنا تستاهل، خاطرك هذا مونيمو اريتاج اوف يونيسكو، هذا محمي من قبل اليونيسكو. وكما قلت لكم هنا في ايطاليا، وخاصه في كاع ايطاليا وخاصه هنا في فلورنس عهد النهضه، كل حاجه تشوفوها هي تحفه فنيه. يعني لازم تجوا تدخلوا تشوفوها. هكذا لو كان انا انستانس فيت، لو كان شويه برك، صح نخلي لكم 360 درجه كما العاده.